السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من مصطفيات. معكم مصطفى جمال، والنهاردة هنتكلم على موضوع يهم شريحة كبيرة جدا من إخواتنا الطلاب، بالذات طلاب الجامعة، اللي دايما بيتساءلوا حول أنا دلوقتي طالب في جامعة ومقدم على تدريب في بنك، مقدم على تدريب في شركة، مقدم على تدريب في مؤسسة، وطالبين مني سي في، أعمل إيه وأنا ما كتبتش عمري في حياتي سي في خالص؟ بإذن الله هيبقى في فيديو مخصص لكيفية كتابة السي في، لكن النهاردة أنا حابب أتكلم في موضوع مهم جدا، وهو أملى السي في بإيه وأنا لسه طالب ما خدتش أي حاجة. طيب، الموضوع ده هينقلنا شوية للحديث على السي في، لأن الموضوع مرتبط تمام الارتباط بيكونك كطالب وكون السي في نفسه احنا بنملاه بإيه، وإيه اللي هو ناقص عشان انت فيه طالب فتكتبه فيه. طيب، أول حاجة حضرتك، بما انك بتكتب سي في، ففي اربع حاجات رئيسية لازم تبقى موجودة في السي في. انا دلوقتي بتكلم على سي في من صفحة واحدة. اول حاجة هي المعلومات الشخصية. المعلومات الشخصية دي بتبقى ثابتة سواء طالب او خريج، ودي نقطة مهمة، لان في شباب يقولك طب انا دلوقتي طالب مش عارف اعمل سي في. لا، الموضوع سهل، انت بس حكاية المعلومات الشخصية دي ثابتة، تكتب اسمك، رقم تليفونك، الايميل، يبقى طبعا ايميل محترم، مش انا واد بتاع مشاكل @yahoo.com، لا، اكتب مثلا احمد محمد مصطفى مينا رأفت علاء anyway، فيبقى الاسم ثلاثي وباسم فورمال، ودي بداية ان انت تتعود ازاي تكتب ايميل فورمال. ثانيا، العنوان بتاعك، بنكتب العنوان بتاعك وما بنكتبش العنوان تفصيلي. طبعا كل ده هنتناقش فيه في فيديو السي في باذن الله تعالى، لكن احنا ما بنكتبش العنوان تفصيلي، بنكتب مثلا نير معادي @كايرو ايجيبت، نير عجوزه @كايرو ايجيبت، ما تكتبليش بقى شارع مش عارفه ايه المتفصل في ايه، لا، احنا عاوزين المنطقه كايرو وبس. طيب، المعلومات الشخصيه طبعا الجيش يعني مش ليك، وتكتب الحاله الاجتماعيه سنجل، عشان لو هو برضك ما لقاهاش ممكن يقول لك اصل انت متجوز ومش عاوز تكتب، لا، فانت اكتبها سنجل. لو انت غير مرتبط، لو كنت مرتبط ما تكتبهاش. طيب، احنا حطينا المعلومات الشخصيه دي، مش هتبقى في خلاف مع الناس المتخرجين، فما تقعدش بقى تقول لي كطالب انا دلوقتي اعمل ايه، انا دلوقتي مش عارف اكتب سي في. لا، دي نقطه ثابته في الكل، خلصنا يا باشا من اول حاجه. تمام، تاني حاجه هنتجاوزها لتالت حاجة، لان تاني حاجة دي هي اللي فيها اللعب، اللي هي الشغل والاكسبيرينس، هنخليها شوية على جنب. خلينا نبص على تالت حاجة. تالت حاجة بتبقى ايه؟ بتبقى المهارات اللغوية بتاعتك دي، انت لازم تكتبها سواء متخرج او طالب، لازم يبقى عندك مهارات لغوية. ايه هي المهارات اللغوية؟ فانت بتكتب اول حاجة العربي، عربيك بالانجلش، وبتكتب ماذر تونج اللي هي لغة الام. هتقول لي طب انا عربي اكتبها ليه؟ اكتبها عشان بتزود وبتعمل فرق. طبعا احنا بنكتب الكلام ده كل حاجه في سطر، بعدين بنكتب الانجليش وتكتب مثلا very good، good او excellent، وتكتب اللغه الثالثه اللي انت كنت واخدها في السنه واكتب good. يعني بلاش تقول لك يعني ان انت مبتدئ intermediate او professional، لا، انت اكتب good، بحيث ان هو لو حد، هو طبعا مش هيسالك الا لو كنت نصيبك ان انت مقدم في شركه فرنسويه مثلا فيمتحنك بالفرنساوي، ويلاقي مثلا انت كاتب بروفيشنال فيقول لك طب تعالى نتكلم بقى شويه فرنساوي، فتلاقيك نفسك في حزبيس. طيب يا عم، ده تالت جزء اللي هو بيتشابه مع الخريجين. ايه تاني؟ الجزء الرابع هو المهارات الشخصيه، اللي هي الصفات الشخصيه، اللي هو بقى ورك اندر بريشر، والكلام اللي هو التعبان اللي انتوا حافظينه ده، اللي احنا بناخده كوبي بيست. لكن واحنا بنحط الكوبي بيست ما بنقعدش بقى نكتب الحاجات اللي هي ايه كوبي بيست، اللي هي ورك اندر بريشر والكلام ده، اللي عمل تحت ضغط ومجتهد واصل مش عارفه ايه، وشويه شويه هيطلع لي جناحين وهطير. لا، يعني نحاول ان احنا نتكلم بطريقه علميه شويه، ناخد من النت بس ما ناخدش الحاجات اللي هي بقت اوفر قوي وبقى كل الناس عاملاها بحيث انها بقت مسخه. يعني انا اتذكر ان احدى الاشخاص كان كاتب في السي في بتاعه ان هو مرح وسريع البديهه، والحين انا كنت مديله ورقه عشان يقراها وكانت بالعربي يعني، ومعلومات شخصيه، نكتب اسمك، اكتب تاريخ مؤهلك، والغريب ان هو يعني قاعد محتاس. طب ايه سرعه البديهه اللي انت حضرتك كاتبها لي دي؟ وبعدين تيجي تكلمه يقعد يبص لك كده ايه، فاللي هو يعني ايه يعني هو اولا سيمج مش مرح، ثانيا عنيد ومخه تقيل جدا مش سريع الفهم.
فأرجوك حاول تكتب حاجة تكون قريبة فعلا منك، ما تكونش سمج وتكتب مرح. طبعا مرح وغير مرح دي ما بتتكتبش في السي في أصلا، لكن أنا أقصد إن أنت تكتب حاجة شخصية بيك، ما تكتبش حاجة كوبي بيست. اكتب مثلا إن أنت تيم وورك، بتشتغل في تيم، تقدر تشتغل فليكسيبيليتي، مرن، والكلام ده العام ده بيمشي مع الكل وكويس. طيب دي ده جزء متفق مع الجزء بتاع المتخرجين. ايه تاني؟ الجزء بتاع الاخير، في بعض السيفيهات بتخليه، في ناس ما بتخلوش، اللي هو الجوب سيكينج، اللي هو انت عاوز ايه. طبعا انت مش هتكتب جوب سيكينج، هتكتب مثلا سكولرشيب سيكينج، او اللي انا مستنيه، اللي انا عاوزه، اللي انا بطمح ليه، ماي اوبجكتيف. فانت بتكتب ان انا بطمح الى سيكينج سكولرشيب بروفايد، انها تدعم الجزء بتاعي. لو انا مثلا اداره اعمال، فهكتب ان انا اطمح لسكولرشيب في اداره الاعمال. ده لو انت مقدم على شركه طالبه اداره اعمال، فانت يبقى عندك السي في كل شويه تغير. يعني مثلا واحد طالبين مثلا قسم محاسبه، فبدل الادمنستريشن تكتب الاكاونتنج، فتبدا تغير الاوبجكتيف. طبعا الاوبجكتيف للناس المتخرجين ما بقاش، يعني ما بقاش لطيف ان احنا نكتب اوبجكتيف في السي في، بقى موضه قديمه. لكن انت طبعا كطالب انت عاوز تملى السي في اللي هو هيبقى ورقه واحده بس، فلازم تحط الاوبجكتيف من تحت، ان انا اطمح ان انا اطور من مستواي بالانجلش طبعا، وان انا عشان كده سيكينج اوبورتونيتي سكولرشيب من حضراتكو في مجال كذا، in the field of accounting, the administration، وهكذا. وان انا اطمح ان ده هيساعدني في حياتي المهنية. اي كلام في الخلاط، لكن هو بس بيملى مساحة وبيحط المساحة الاخيرة. طيب ادي الاربع اجزاء بتوع السي في. طب ايه الجزء الناقص؟ هو الجزء التاني اللي هو بتاع الخريجين، اللي هما بيحطوا فيه الجوب اكسبيرينس، اللي هي خبرات الشغل، انا اشتغلت في كذا وكذا، الشهادات اللي هم خدوها، الكورسات اللي هم خدوها، المنح، و و و طب انا هكتب ايه؟ بالنسبه للناس اللي هي اساسا اكتف في الجامعه، ممكن تكتب عن الانشطه التطوعيه اللي هي خدت، لو مثلا كان مش عارفه مدير النشاط الطلابي في كذا، يكتب الكلام ده، متاح وحلو. لو انت مثلا كنت شغال بارت تايم في حته، ممكن انت تحطها. طب اقول لك على حاجه كويسه، انا مثلا لو كنت شغال مثلا كاشير في مطعم، كاشير دي ممكن تخليها تكتبها بطريقه الطف شويه وتحطها انها زي ريسبشن او كاستمر سيرفيس. لو انت مثلا كنت بتعمل ان شاء الله حتى قاعد واقف على بياع كبده، فانت بتكتب ان انت كنت شغال سيلز في كذا، انت كنت شغلت سيلز الفتره من كذا لكذا، مثلا 6 شهور او 7 شهور او سنه. ما تقعدش مثلا تقول لا انا كنت شغال عربيه كبده، او شغال مثلا في كنتاك، حلو وكل حاجه، لكن تقول ان انت مثلا اشتغلت كاستمر سيرفيس في كنتاكي، بدل ما تقول ان انا كنت شغال بياع في كنتاكي. انت كل ده انت بتحاول تتفخم من المصطلحات بتاعتك، وبحيث وفي نفس الوقت ما بتكذبش، انت بتقول اللي انت عندك فعلا وبتقول. طيب انا ما اشتغلتش وما عنديش نشاط طلابي وما خدتش شهادات في الجامعه، وقاعد اساسا من البيت للشغل، ومن سوري من البيت للجامعه، ومن الجامعه للبيت، اعمل ايه؟ في الحالة دي احنا بنحط اول حاجة الشهادات اللي انت ممكن تكون خدتها من الانترنت. ادخل على يوتيوب مثلا، اسمع مثلا كورسين عن الكوميونيكيشن سكيلز، فتسمعهم، اكتبهم في السي في. يعني محدش هيدعبس وراك في الشهادات، بس اهم حاجة انت تكتب حاجة انت فعلا صادقة انت شفتها على النت، يعني عشان بس الكذب، ما تكتبش حاجة وتكذب وتتعود على الكذب في بداية حياتك. لا، انت مثلا خدت حاجة على الانترنت، كورس استفدت منه في مثلا خدمة العملاء، كورسات مجانية تلاقوها كتير على الانترنت بالانجلش او بالعربي، حاجات يعني ممكن تشوفوها تاخدوا بس منها شوية افكار وتحطوها. بنحط كمان الشهادات بتاعت اللغات، لو انت خدت كورس او خلافه بتكتبه. طب انا ما خدتش، مش مهم، لكن احنا بنحط الانشطة دي كلها. وكمان بنحط ان احنا مثلا عندنا مثلا نشاط تطوعي مثلا في جمعية زي جمعية رسالة، نشاط تطوعي مثلا في زي صناع الحياة، بنكتب مثلا مقالات علمية، او ان احنا مثلا متخصصين في هواية معينة. كل ده لازم نكتبه، لان احنا لسه طلبة، فلازم نشغل المساحة دي. الناس دايما بتسأل طب هل ده مثلا هيبصولي بصة معينة؟ لا، انت طالب وزمايلك كلهم طلاب، الفكرة هم بيشوفوا
السي في فعلا شخص جاد ومنضبط وعاوز يبدأ حياته المهنية ولا لأ. وهي دي الفكرة. فهو لما يجي يفتح السي في ويلاقي مثلا لولو ات مش عارفة ايه، انا بنت جامدة قوي وات جيميل دوت كوم، هيقول لك اكيد البنت دي نفسها يعني هي من اولها كده وهي فاشلة. فانت حاول ان انت تظبط من السي في بتاعك، والكونتنت مهم، المحتوى مهم، لكن الشكل العام والتظبيط دي، وان انت تملاها باسلوب كويس وبانجلش كويس وبجرامر كويس مظبوط، هو ده اللي بيعمل فرق. احط صورتي ولا ما احطش؟ مرة اخرى لو احنا مثلا مقدمين على حاجات مش طالبة الصورة، الاتجاه العام دلوقتي ان انت بتحط صورك في السي في، لكن في بعض الاستثناءات. يعني انا مثلا لو عندي صورة حلوة وشكل حلو، ليه لا ما احطهاش وتكون فورمال. طبعا احنا عملنا فيديو كامل على الصورة الفورمال معناها ايه، يا ريت تدخلوا على الفيديوهات اللي انا ناشرها على اليوتيوب وهتكتشفوا الفيديو يعني ايه صورة فورمال، وازاي ان احنا نقدر نستغلها ونحطها في السي في وفي التقديمات، وازاي هتنفعنا بعد كده. فحاول تسمع الفيديو ده لانه مهم. لكن انا مثلا لابسه نقاب، او انا مثلا شخص ملتحي، او انا اساسا مش محجبه، يعني يفضل الحاجات دي ان احنا نبتعد عنها في وضع الصور، بحيث ان احنا اللي قدامنا ممكن يكون عنده موقف من النقاب، موقف من الملتحين، موقف من اللي مش بشعر، سوري، اللي هما يعني مش محجبات. فاحنا نبعد عن الشبهه دي بحيث ان هو ما يكونش شخص طائفي، اللي هو مثلا بيستقبل السي في، او ان هو عنصري، فنتجنب المنظر ده. فاحنا بنحطش السي في بتاعنا فيها صورة. لكن لو احنا مثلا شخص عادي لابس فورمال وشكل حلو والصورة طالعة حلوة، ودي برضك لازم الناس تشوفها عشان تقيم، فاحنا بنحطها وبنحطها في مساحة على الشمال في السي في بالنسبة للعربي، وفي اليمين بالنسبة للانجليش. احنا كده خلصنا السي في بالنسبة للطلبة. الفيديو ده مهم جدا واكيد هيشجعك، ولو انت لسه طالب في الفرقة الاولى، او لسه حتى في ثانوي وبتسمعنا، ان انت لما تدخل الجامعة تبدأ تاخد شهادات وكورسات، وتبدأ تتطوع، وتبدأ تشتغل بارت تايم، وتبدأ تنزل تشتغل كاشير وكاستمر سيرفيس في كنتاكي، او تشتغل بياع في اي حتة، بحيث ان انت تطور من مهارات التواصل بتاعتك. وده مهم جدا، مش بس عشان تكتبها في السي في، بس عشان تكتسب شخصية العامل، الworker experience، الشخصية والخبرة بتاعت العمل، ان انت تنزل وتشمر ايدك وتشتغل وتعافر مع الدنيا، ما تطلعش سوريا يعني فافي شوية، مش عارف ان اساسيات السوق ايه، مش عارف تتعامل بالفلوس ازاي، مش عارف تتكلم ازاي، منطوي، خايف، الى اخره. فانت لازم ان انت المهارات دي الاساسية اساسية اساسية دلوقتي، مش عشان بس تكتبها في السي في وده امر منتهي منه، ولكن عشان تطور نفسك باستمرار. في صفحة الفيسبوك عايزكم تبعتولي السي في بتاعتكم، اشوف هل هو كويس وحش ولا لا، وممكن اديكم ملحوظات عنه ان شاء الله. الصفحة الرسمية هي الصفحة اللي احنا اطلقناها ان شاء الله، وهيكون عليها التواصل بشكل دائم. اتمنى انتم تشرفوني عليها. وكالعادة، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.